خلصنا الرضاعة بنبدأ نكرع الطفل، تخبيط على ظهره خفيف كده، تخبيط على ظهره خفيف ها، مش اللي هو ايه تدي بوت موتوه كده تمام. الولد لو في اي لبن زيادة هيقشطه، هينزل على القطنة كرع كده او هيتكرع زي ما انتوا بتحسوا، بتحسوا زي الزيت فايبريشن او اهتزاز كده طالع من صدره، مع ان هو اتكرع زي ما شايفين الولد ما عيطش ولا اي حاجه، مع ان هو بيتعامل معاه تعامل صحيح 100%. لكن اللي ماسك الطفل يدب فيه بالجامد ويبهدل فيه الولد هيعيط طبعا، مش هيستحمل. اهو بص ادي القشطه اهو، ده نازل شويه لبن من بقه، ده القشط اللي هو اللبن الزياده اللي خارج عن اللي فوق طاقته يعني.